هنستكمل درس الانديكاب اللي هو تطبيق عملي على ما سبق دراسته. احنا كده دلوقتي في التوب فيو. عشان نعمل زوم للقائمة اللي هي او شاشة الثري دي فيو، ممكن نعمل شيفت سبيس او كنترول اب ايرو بهذا الشكل، او شيفت سبيس، الاثنين بيأدوا نفس الوظيفة عشان نركز اكتر على الاوبجكت. فممكن نعمل موف في الواي بهذا الشكل، تمام. الخطوة الثانية احنا عندنا ايه تاني في عندنا ارفف. فالارفف ديت سهل عملها بالبلين، ولكن نشوف ان الارفف عبارة عن طيب. في عندنا في الجهة اليسرى والجهة اليمنى حاجة بهذا الشكل، تمام. ديت هيتم عملها، هنضيف فهيتم إضافة ايه بلين. هذا البلين هنعمل له سكيل وليكن 0.04، ويتم تحريكه ها هنا. البلين تمام. كنترول ار 2 سكيل اكس بهذا الشكل، كنترول ار 2 سكيل زي اكسس بهذا الشكل. هنختار كل او ممكن نختار جميع الاشياء واكسترود في الواي بهذا الشكل، ونختار الفيس هذا الفيس هذا الفيس واكسترود في الواي، نختار الكل ريكالكوليت نورمالز. ممكن نضيف حاجة، بما ان هيبقى في مر موديفاير فنحذف هذه الفيسز، وهنعمل حاجة ظريفة. لا احنا ممكن نرجع تاني ونحذف الفيسز اللي هتكون بهذا الشكل، ونحذف ايضا الفيسز في الجهة الاخرى. طيب نحاول نضيف الميرور موديفاير، نحاول نضيف الاري موديفاير طبعا في الاكس صفر، في الواي 1، في الزي 1، وما ننساش نعمل ابلاي للروتيشن اند سكيل. هنشوف هنحتاج كم عدد، وليكن 35. هل 35 كافي؟ غير كافي، ممكن نقول 36 حتى نصل الى نهاية الانديكاب. وصلنا لنهاية الانديكاب، هنحرك طبعا هذا البلين في منطقته او في وضعه مكانه الرئيسي بهذا الشكل. طيب شايف ان ممكن الشكل يتغير، ممكن نسحب دولت لهذا الشكل. طيب هنضيف سب ديفيجن سيرفيس، هنعدل في الشكل بعض الشيء بحيث انه الشكل يصبح ملائم للشكل الواقعي. طيب بعد ذلك من الممكن اننا نروح في الاوبجكت داتا او الاوبجكت مود، ونقول ان الشيدنج سموث. ده كده جهه يمنى او البوست اللي هو على اليمين. نفس الكلام ممكن نعمله دوبلوكيت، او الاسرع اننا نختار احنا نسينا حاجه. اول حاجه نعمل دوبلوكيت، وممكن ننقله لهذه اللاير، ونعمل الري موديفاير ابلاي، هنزوم على هذه المنطقة
ممكن ايزوليت، وممكن نختار نلغي ال نختار ال الأحرف الخارجية بهذا الشكل، وكل كل جوينت جوين بهذا الشكل. طيب ما تم فعله في الأعلى ممكن يتم تكراره في الأسفل، لأن الاثنين نفس الكلام. يبقى احنا كده عملنا وان بوست. ممكن نختار هذا البوست، ممكن نسميه بوست رايت أو هذا ليفت بالنسبة للفيو. فهنقول نختار هذا الكلام ونقول إن هو ميرور موديفاير، ميرور أراوند ذيس أوبجكت around x control a apply rotation and scale كده وصلنا الى ان عملنا موديل لهذا الشكل. والخطوة اللي بعد كده هنعمل اللي هو ممكن نقول اللي هو الأرفف،